ممكن يقول وش العلاج وش الحل، انا متورط انا يعني. لا ابدا، الحلول سهله جدا، تحتاج الى متابعه، تحتاج الى تدقيق اهدافك، حياتك، خططك. في هناك اساليب لعمليات التركيز واستعاده الذاكره بشكل افضل. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. تحدثت في فيديو سابق عن التشتت الذهني. هذا الفيديو حصد عدد مشاهدات كبير واهتمام أكبر وأسئلة كثيرة متعددة. كان الحديث عبارة عن مجرد سنابات عفوية وما توقعت هذا الصدى. رجعت ونزلت فيديو ثاني عن التركيز، لكن ما زال المتابعين مهتمين بالفيديو الأول وتركين الفيديو الثاني. تحدثت عن تحديد الأهداف وما إلى ذلك. حديثنا اليوم سيكون عن التشتت الذهني والتركيز مع بعض في هذا الفيديو، وهذا الموضوع المثير للاهتمام هو ناتج من أن الناس في العصر الحديث، يعني مش العصر الآن معظم الناس يدخلون في عملية تشتت ذهني ناتجة من تطور تقنيات العصر هذه، التطبيقات، الدخول للمواقع، المؤثرات، الأجهزة المحيطة، الأجهزة الذكية، الذكاء الاصطناعي الموجود الآن في البيوت، في السيارات، الأجهزة، السماعات اللي في الإذن، الساعات، شغلات كثيرة، في النظارات، في الأقلام، في المحافظ، في الدراجات. كل هذا أحدث نوع من التشتت، والمقصد بالتشتت هو أن الشخص ينجذب لعدد كبير من المؤثرات المحيطة، وهذا الانجذاب يأخذ جزء يسير من الوعي والإدراك، بينما يتوزع الوعي والإدراك الباقي على أجزاء أخرى، فيدخل فيما أسميه بمحيط الخلائط المعقدة، فيحدث عنده نوع من التشوش الذهني. كتبت طبعا مقال عن التشوش الذهني، وله أعراض وله يعني صور نمطية في عملية الاتصال. أيضا من الأسباب التي تؤثر في عملية التركيز وتبرز ظاهرة التشتت الذهني هو أن الشخص ينتقل بطريقة متتالية من عمل ذهني إلى عمل ذهني آخر، من عمل ذهني إلى عمل ذهني آخر بشكل مسترسل دون فترات انقطاع أو راحة. أيضا يشغل له مجموعة تطبيقات، يعني فاتح له مادة سمعية وحاط له مادة مرئية وجالس يقرأ، فاتح لي تويتر ويتابع لي الإشعارات اللي موجودة على واتساب، طيب وغيره. طبعا هذه مجرد أمثلة، فيحدث عنده نوع من التشتت. إيش معنى هذا؟ يعني معناها لن يتذكر أي شيء من الأشياء اللي حصلت أمامه، يعني كل اللي ذكره يعني شيء من الخيال. يقول والله كأني أتذكر كذا، كأنك قلت لي كذا، والله كأن جاتني رسالة من عندك، أو والله كأني قرأت هذا الموضوع، أو والله الفيديو لمدة ساعتين ما فهمت من ولا شيء. طبيعي ما تفهم من ولا شيء يا حبيبي، لأنك مش مركز. طيب كيف تتعامل مع هذه العملية؟ سامحوني الفيديو راح يطول شوي، راح يطول، أنا أحاول أني أختصر. تحتاج إلى أن تركز. طيب كيف تركز؟ التركيز هو عبارة عن أنك تقوم بعمل محدد في وقت محدد ومكان محدد. هذا هو تعطي 5 دقائق، 6 دقائق، 10 دقائق، 20 دقيقة فقط لهذا الشيء. تبي تفتح تطبيق، لا تفتح لي 10، افتح 1. ضع عندك منبه، يعني يفترض إذا أنت منت يعني من الأشخاص المرتبطين بأعمال على هذه التطبيقات، طيب، وحتى اللي عندهم أعمال يستطيعون يجدولونها. يعني إذا أنت مش صاير في غرفة عمليات، في بعضهم يعيش حياته كأنه في غرفة عمليات، يعني الكل يتصل فيه، طبعا مش يتصلون فيه، أي إشعار يجي يظن أنه هو الشخص الوحيد في العالم المسؤول عن متابعة هذه الإشعارات، ويظن أنه راح يركز مع الجميع ويتواصل مع الجميع حتى وإن لم يرد عليهم. يعني إحنا نجد في المجالس بعض الأشخاص جالس هنا في المجلس، طيب، وعينه على الجوال ويحرك ويحرك ويحرك، الله أكبر
الله أكبر جالس يدير الأمم المتحدة. ها؟ ما عنده ولا شيء. تسأله ما يدري عن شيء. إيش طلعت؟ تقول والله طلعت بعض الأمور. وش اللي طلعت؟ قال ما أدري. طبعا ما تدري يا حبيبي. طيب هذه نقطة. نرجع نفس النقطة هذه. افتح التطبيق، راجع الشغلات المهمة اللي أنت تريدها من هذا التطبيق فقط. طيب لا تلتفت لأي إشعارات أخرى موجودة. يعني أنا شخصيا أقوم في الفترات والله طويلة أحيانا أني ألغي جميع الإشعارات، فأنا أختار التطبيق اللي أبغى أفتحه الآن وأحدد الوقت اللي أريد أدخل فيه. ليه؟ لأن حتى ما أتشتت، حتى ما أضيع، عندي أعمال أخرى ثانية. إذا بجلس فقط أراجع من اللي سأل، من اللي استشار، الأعمال في الشركة الفلانية، الأعمال في المؤسسة الفلانية، الأعمال في المعرض الفلاني، ضاعت الأمور. لكن هناك توقيتات وأزمنة محددة، ضع هذا في أجندة لك على جوالك، يعني خل جوالك ينبهك متى تفتح على التطبيقات ومتى ما تستقبلها. إذا تفتح كل تطبيق لوحده، تنتهي من تنتقل التطبيق الآخر، تنتهي من المشكلات والأطروحات والمهام والأهداف التي تريد تحقيقها من هذا التطبيق، ثم تنتقل للآخر بعد وجود استراحة بسيطة. الاستراحة البسيطة هذه أنك تقوم من مكانك، تتحرك، تكلم الشخص اللي جنبك. مشكلتنا مع الأجهزة أن ينتقل من تطبيق إلى تطبيق، من مشهد إلى مشهد دون أن يتواصل مع الآخرين. لا، وقف شوي، سولف مع اللي جنبك، اسأله عن أحواله، قوم روح جيب لك كاس ماي وارجع، سو لك كوب قهوة وارجع، روح تفرج على أبنائك عيالك، سلم عليهم، اسألهم بدون الرسائل هذه. حاول، يعني ترى كلنا نتعلم في هذا الإطار، هذا يساعد على عملية التركيز. نأتي للتمارين. خلاص الشخص اللي يستخدم هذا الأسلوب عموما يمشي كأنه يعني رجل آلي في الشارع، شخص ما له ملامح، ما له عواطف، ما له مشاعر. بالفعل ناس يموتون جنبه ما يلتفت، ما يهتم، ناس يضربون ما يهتم، أشخاص يعني يحتاجون مساعدة ما يدري عنه. إيش السبب؟ مركز على هذا الشيء، وهذا الشيء مستحوذ على كامل حواسه، وبذلك بهذا الأسلوب اللي يسوق السيارة ويستخدم الجوال ويركز، يضع تركيزه في الجوال ويترك الطريق، فتحدث الحوادث وتحدث عمليات دهس. وأيضا الشخص الماشي، كثير من الأشخاص وهو ماشي يقطع الشارع ويكون عرضة للدهس. هذا جانب. إذا نرجع للتمارين. التمارين متعددة كثيرة، سأعطي نماذج منها بشكل سريع. من ضمن النماذج أنك تأخذ على سبيل المثال فاكهة من الفواكه، موزة، برتقالة، تفاحة، فراولة، وتجلس تتأملها لمدة دقيقتين 3 دقائق، تشوف لونها، تتحسسها، تنظر إلى أدق التفاصيل وتركز فيها، ثم تضع هذه اللي نسميها الأداة اللي تركز عليها، اللي هي عبارة عن الفاكهة أو الجهاز أو هذا، وتضعه، ثم تبدأ في تخيل الصورة، تتخيل الصورة في ذهنك وأنت مغمض العينين ومسترخي، يعني بدون مشتتات ودون انقطاع وتفكير في أشياء ثانية. يعني إذا اختل هذا التمرين لابد أن ترجع و تعيد مرة أخرى. بعد ما تنتهي من هذه العملية تقوم بعملية أخرى، هي أنك تبدأ تتخيل هذا الشيء وأنت فاتح عيونك وتشوف هذا الشيء أمامك كأنه موجود أمامك وهو مش أمامك. أنت تنشط دماغك حتى يتعود على عملية التركيز. هذا التمرين ممكن تكرره يعني عدة مرات، من 10 إلى 15 دقيقة في اليوم، وراح تلاحظ أنك تبدأ تركز. نعطيك تمرين آخر، أنك تعد من 1 لـ100 بشكل عكسي، أو تعد من 1 إلى 100 وتقفز كل 3 أرقام.
طبعا هذه التمارين مع تكرارها ستبدأ تجد بأنك تمتلك مهارة التركيز حبة حبة شوي شوي. ترى ما في سحر يعني، كثير من اللي يجون يستشيرون يريد حل سحري يعني اضغط على هذا الزر تتغير، لا هذا ما يحدث، لابد أن تتدرب وتمشي خطوة 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 خطوة. طيب نأتي لتمرين آخر، أنك تبدأ في صياغة عبارات ونصوص في ذهنك، ثم بعد ما تتأكد من أن هذه الصياغات كاملة تقوم بكتابتها على الورق. كتابتها على الورق تساعد ذهنك على عمليات التركيز. نأتي لتمرين آخر، أنك تقوم برسم أشكال. هذه الأشكال أنت شايفها يعني على سبيل المثال أي شيء تستخدمته مثل هذه الإضاءة، تنظر لها تدقق فيها نفس التمرين الأول، وبعدين تقوم برسمها بدقة، وبعد ما ترسمها بدقة على الورق وتلونها تبدأ في التخيل، تتخيل هذه الصورة ثلاثية الأبعاد أمامك وانت جالس تركز. تهتم بعملية التنفس، التنفس البطيء، 8 عدات شهيق 8 عدات زفير، هذا أيضا سيخفض من إيقاع الانتباهات والشوشرة اللي في ذهنك، هذه تخفف. طبعا في تمارين كثيرة متعددة، وهناك برامج للمتابعة لتصحيح وبناء سلوك جديد مثل هذا السلوك. أنا أكتفي بهذا القدر لمن سأل وكل يقول وش العلاج وش الحل، أنا متورط أنا يعني، لا أبدا، الحلول سهلة جدا، تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى تدقيق أهدافك، حياتك، خططك. في هناك أساليب لعمليات التركيز واستعادة الذاكرة بشكل أفضل المتعلقة بحلول الألغاز البصرية، أيضا أنك تضع المعلومات على شكل خرائط ذهنية، هذا برضو يساعدك يعزز قدراتك العقلية والدماغية، وأيضا الفنية المهارية في الرسم، يعني تكون دقيق أثناء رسم الخرائط الذهنية. كل ما زادت الخريطة الذهنية دقة كل ما ازدادت مهاراتك وقدراتك في مجال الذاكرة والاستذكار في هذا الإطار. موضوع مهم صراحة، أنا أدري أن موضوع مهم، يعني مهم جدا لك في حياتك في دراستك في عملك أيضا، وأيضا في المحاضرات. يعني بعض الأشخاص يحضر إلى المحاضرة بدون ورق، ليه؟ لأن عنده تركيز عالي، تركيز عالي لأنه يرى المعلومات ويتحدث عنها على أنها معلومات مكتوبة، هي مش مكتوبة، هي عبارة عن رموز طور المهارة العقلية عنده والدماغية والمهارة الأدائية في التركيز. طيب نقطة أخيرة تتعلق بجدولة حياتك، برنامج حياتك لابد يكون مكتوب. كيف تركز وما عندك أهداف مكتوبة، ما عندك خطط واضحة، ما عندك شيء تمشي عليه؟ فمن الطبيعي جدا أنك تتشتت في حياتك، من الطبيعي أنك تخفق في دراستك إذا كنت مشتت بهذه الصورة، إذا كنت تضع أهدافك فقط في ذهنك ابتداء وما عندك هذه المهارة أساسا عفوا، إذا ما عندك هذه المهارة فستقع في عملية التشتت. يبقى أن هذا هو التصور الخاص بالتشتت، وهذا هو التصور الخاص بالتركيز. ذكرنا في فيديو سابق كيف تتحول أو كيف تحول النظرية إلى تطبيق، راجعوا هذا الفيديو لمساعدتكم برضو في الاستفادة من هذا الفيديو، وشوفوا الفيديوهات الثانية. مرحبا، اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيه إذا كنت ترغب في الحصول على كل جديد من قناة فيصل تيوب.